السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ايها الاحبه الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نحمد الله تعالى ان وفقنا واياكم لصيام رمضان وقيام لياليه ووفقنا لتلاوه القران حديثنا الليله عن السنه النبويه والصيام نريد ان نتعرف عن احكام الصيام من خلال سنه نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهره كنا في حلقه الامس وقبل الامس تعرفنا على احكام الصيام من القران العظيم من الخطاب الالهي واليوم نريد ان نتعرف عن احكام الصيام من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الدين اصله هو قال الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين الدين هو اخبار ثم هناك دائره اخرى ينتقل اليها العلماء والفقهاء المتعلقه بالاجتهاد وبالتفريع والتنزيل وغير ذلك من علوم الفقه المعروفه تعالوا بنا الليله نحضر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه المنوره في المسجد النبوي الشريف تحت القبه الخضراء ونستمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابه رضي الله عنهم من الانصار والمهاجرين ومن خلالهم يخاطب افراد الامه الاسلاميه في كل بقاع الارض وفي كل زمان ومكان نتحدث ونتساءل كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتسحر كيف كان يفطر كيف كان يقضي يومه ذاك وبذلك نتعرف عن هذه الاحكام اول شيء نبه اليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان هذا اول كلام قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للامه الاسلاميه حقيقه هذا الاسلام هو اعلان الشهاده بان لا اله الا الله وأن الطريق المؤدي إلى الله لا يكون إلا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إقامة شعيرة الصلاة ثم إيتاء الزكاة والحج، وإنتهى بصوم رمضان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة الإسلامية ويبشرنا بأن هذه العبادات هي فيها مغفرة وفيها ثواب كبير كان يقول الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر ما ان تدرك رمضان وتصومه غفر الله لك ما بين الرمضانين طبعا الانسان يتجنب الكبائر والكبائر معروفه هي الشرك بالله وهي عقوق الوالدين وهي أكل الربا وهي تعاطي السحر وقذف المحصنات المؤمنات والتولي يوم الزحف الكبائر بعض العلماء ذكروا منها الكثير حسب النصوص النبوية وإن كان عبد الله بن عباس يقول كلاما من جوهر كان يقول لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار المؤمن الذي يواظب على الاستغفار حتى الكبيرة يغفرها الله سبحانه وتعالى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه كان دوما يرحب برمضان وكان يامر صحابته الكرام انهم يستعدوا له ويفرحوا به كان يقول ايها الناس اتاكم رمضان شهر بركه يغشاكم الله فيه فينزل الرحمه ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى الى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فاروا الله من انفسكم خيرا فان الشقي من حرم فيه رحمه الله بمثل هذا الكلام كان صلى الله عليه وسلم يبشر صحابته وكان يبشر من خلالهم امته ليقتنصوا ويغتنموا هذا الشهر الفضيل الكريم كان يقول في أول أول رمضان أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر فرض الله صيامه وجعل قيامه تطوعا من أدى فيه فريضة كان كمن أعتق رقبه وكمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان كمن أعتق رقبة، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة. قالوا يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار والمهاجرين ومن خلالهم يخاطب الأمة الإسلامية لأن هؤلاء الصحابه هم الذين بلغوا الدين الى التابعين والتابعون هم الذين بلغوا الدين الى تابعي التابعين وهؤلاء هم الذين بلغوا الى ما بعدهم الى ان وصل الينا فهذه ذرر من جواهر كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا القران ويعلمنا الصيام مما قاله وهو يبشر بهذا الشهر الفضيل أنه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين ومردت الجن ونادى مناد من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر كل هذا تحفيز من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرنا بما يقع في السماء من استعدادات في رمضان. ثم يزيد في قوله صلى الله عليه وسلم فيقول: ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل منه احد غيرهم. يقال: اين الصائمون؟ أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل منه أحد. وهذه بشارة للصائمين وما أعده الله لهم من خيرات ومن بركات. ويضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفز أمته للصيام ويحكي عن رب العزة أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك المؤمن شهوته وطعامه وشربه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفطر وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسك هكذا أيها الأحبة الكرام أحاديث كثيرة جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرنا بها بيد الخيرات حري بكل مؤمن ان كما يقرا القران لان كلام الله نور وهدايه وبينات كذلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيها انوار وفيها بركات وفيها فتوحات وفيها شروحات ضافيه لمعاني القران العظيم مما قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة ومن خلالهم يخاطب الأمة الإسلامية كان يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة من صام يوما واحد في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة وكان يقول إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وكان يقول: يا واسع المغفرة اغفر لي يا واسع المغفرة اغفر لي يا واسع المغفرة اغفر لي. هذا خير ما يقوله المؤمن لما يرفع الاذان اذان المغرب ويردد مع المؤذن ويقول هذه الدعوة، هناك دعوة لا ترد. وخير ما يدعو به الانسان هو المغفرة. أن يعتق الله رقابنا من النيران. ثم كان صلى الله عليه وسلم يزيد ويبين فضل هذا الصيام. يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك كل هذا من باب بيان فضل الصوم وخصوصا الصدقة والإحسان كان صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصينا بالقيام في رمضان كما نصوم النهار كان يوصينا ايضا بالقيام فرمضان نهاره صيام وليله قيام كان يقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان يقول: أيها الناس إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من صامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كل هذه فضائل عظيمه جدا بشر بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهره ام عائشه لما سئلت عن صلاه النبي وقيامه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يزيد ولا في غيره على احدى عشره ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا هذا في, في قيام الليل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف لنا كيف كان النبي الكريم يقيم ليله مع ربه كان يكتفي بإحدى عشر ركعة فقط لا يزيد ولا ينقص أربع يصليهن بطولهن وحسنهن وجمالهن وخشوعهن ثم أربع ويسلم ثم ثلاثة ويسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوه القران. كان يبين بان قراءه الحرف الواحد من القران تعدل عشره حسنات لانه كلام الله تعالى. كان يقول: من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف بهذه الكلمات كان يحفز الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام من الأنصار والمهاجرين ومن خلالهم الأمة الإسلامية يحفزنا جميعا لنكثر من قراءة القرآن خصوصا في رمضان لأن جبريل عليه السلام كان يقرأ النبي القرآن في كل سنة مرة واحدة وفي السنه التي توفي فيها النبي عرض جبريل عرض عليه النبي الكريم مرتين. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحفزنا دوما على مثل هذا الكلام في السنه، السنه المطهره هي مكمله للقران العظيم كما لاحظنا في في الحصص الماضيه لما تكلمنا عن احكام الصيام في القران ربنا تكلم على ذلك بالمجمل. بدأها بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى أن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى أن قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى, إلى أن قال إلى أن قال عن, عن النساء أنه لا جناح أن الإنسان كنتم تختنوا أنفسكم فتاب عليكم فهذه الآيات من سوره البقره ربنا سبحانه وتعالى بين فيها احكام الصيام مجمله لكن السنه النبويه الشريفه جاءت مفصله فبدا النبي الكريم يعلمنا الاحكام المرتبطه بهذا الشهر الفضيل خصوصا الاداب الاداب المتعلقه بالصوم مثلا مما جاء في السنه النبويه المطهره قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور وكان يقول تسحروا فان في السحور بركه تسحروا فان في السحور بركه ولما سئل عن النبي الكريم كان كيف كان يفطر؟ قال انس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فإن لم يكن رطبات فثمرات، فإن لم يكن تمرات حس حسوات من ماء. وكان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. ولما ينتهي النبي الكريم من الافطار كان يقول هذا الدعاء: ذهب الظمأ وابتلت العروق وتبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالإكتار من الدعاء في رمضان ومما قاله ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفتر منهم الصائم حتى يفتر يعني, يعني دعوته لا ترد وقال أيضا ان للصائم دعوة عند فطره ما ترد. ان للصائم دعوة عند فطره ما ترد. فكان يوصي الامة الاسلامية بالاكثار من الدعاء خصوصا عند الافطار. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي باحكام كثيرة متعلقة بهذا الصيام خصوصا الجانب الخلقي. كان يعتبر بان الغاية من الصيام هو التربية والسلوك والتغيير الى, إلى الاحسن. وكان يحذر من الذين يسيئون في رمضان. وكان يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.